أمن الوقوف على آخر التطورات الميدانية ياسر، كيف تبدو الصورة الآن؟ نعم، مساء الخير. بالفعل غارات جوية تعرض لها حي جوبا شرقي العاصمة الدمشقية ضمن سلسلة الإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها قوات الأسد في شرق دمشق، وبالتحديد حي جوبا الدمشقي. بعد أن عجزت عن اقتحام الحي تدور اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة والرشاشة، يتخللها قصف متقطع، محاولات للتقدم لكن الثوار يصدون كل محاولات التقدم. أيضا الثوار استهدفوا قوات الأسد بالقرب من الحي الدمشقي بمدفع بي 9 على أوتوستراد دمشق الدولي لقطع طرق الإمداد. أيضا قوات الأسد تطلق صواريخ الفيل على أحياء في الغوطة الشرقية، تعرضت زبدين لصواريخ أرض أرض على أطراف البلدة. ارتقى ياسر، طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ياسر الدوماني، نطق باسم الهيئة السورية للإعلام من ريف دمشق. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا.